كني العلامة محمد بن إبراهيم الكندي بأبي عبد الله. هذه حارة السويق وهي جزء من منطقة سمد نزوان، التي هي تتكون من حارة السويق وحارة ردد الكنود، وهذه المنطقة هي المنطقة الشمالية من ولاية نزوة، هي التي عاش فيها ونشأ فيها وأيضا تعلم ودرس فيها. كان محمد بن إبراهيم الكندي واسع الاطلاع على ما دونه العلماء والفقهاء من قبله. طبعا جامع سمد نزوة كان من الجوامع الأثرية، من أبرز وأقدم الجوامع في نزوة، وكانت فيه مدرسة يعني علمية دينية وسلوكية، وكان يعني الشيخ محمد بن إبراهيم درس فيها ثم درس فيها، فهذه المدرسة خرجت جملة من العلماء يعني على مستوى البلاد، وأيضا كان أثرهم حتى خارج البلاد يعني في أفريقيا وفي شرق آسيا أو غيرها من الأماكن. دون موسوعة جلية ومهمة سماها بيان الشرع، الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي، وهو من سمد نزوة، وهذه المنطقة كان يسكنها الكنود. والشيخ محمد بن إبراهيم ولد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي وبدايات القرن السادس الهجري. لا شك أن الشيخ محمد بن إبراهيم عاش في بيئة علمية، حيث أن مدينة نزوة عرفت بوجود العلماء والأدباء والفقهاء، وتربى في هذه المنطقة، منطقة سمد بنزوة، وتلقى العلم على أيدي بعض العلماء الموجودين في ذلك الوقت. تلقى العلم على يد الشيخ أبو زكريا سعيد بن قريش الذي توفي سنة 472 من الهجرة، وكذلك تلقى العلم على يد الشيخ أبو علي بن أحمد بن نصر الهجاري، وهذا عرف عن هذين العالمين ممن تلقى الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي العلم على أيديهم. تتوزع المادة العلمية في بيان الشرع على أبواب الفقه المختلفة وعلى هيئة فتاوى ومسائل في مختلف جوانب الحياة. يعتبر كتاب بيان الشرع من الموسوعات المهمة، لماذا؟ لأن الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي يعتبر أول من ألف موسوعة متنوعة في التاريخ، إذ أنه لم يسبقه أحد وألف موسوعة بهذه الصورة التي نراها في كتاب بيان الشرع، حتى أن العلماء اختلفوا، بعضهم قال الكتاب يتكون من 70 جزءا،
وفريق آخر قال من 71، وفريق آخر قال من 72، وبعضهم قال من 73 جزءا. والمتصفح لكتاب بيان الشرع يجد ذلك التنوع في الكتاب، فهو لم يكن كتابا فقهيا بحتا، وإنما الشيخ محمد بن إبراهيم كان موسوعيا، وكتابه بيان الشرع تنوع فيه على حسب حاجة المجتمع في ذلك الوقت. فإذا جئنا على سبيل المثال إلى الجزء الأول من الكتاب، يتحدث عن العلم ومكانة العلم وآداب طالب العلم.